من هذا الرجل الذي عثر على أوراقي وتوسلته أن يعيدها إلي وما استجاب؟ يكتب لي باستمرار، يحكي لي عن شكل فريد من الحب. أستبعد أن الأرض ما تزال تشهده بعد كل ما حدث لها. مع الأيام أحدثت رسائله تغييراً مفاجئاً. صرت أعمد إلى فتح خانة الرسائل لأقرأ ما كتب لي. يكتب عن الحب والفلسفة والوجع والضياع والأمل. بدت أراه يحمل صباحاً ويسير حافياً في وضح نهارات عمان في يوم ماطر، يسير جنباً إلى جنب مع الرجل الذي يرتدي معطفاً ويضع يديه في جيبيه. من جهة الباب جاءني صوت الدودوك حزيناً وجارحاً، فهرعت إليه لأغلقه من دون أن أنتبه إلى أنه مصاب. حاصرني نشيج الدودوك ينفرني من الموسيقى التي راحت في الأيام الأخيرة تغرقني بالحزن وتذيبني ككتلة تراب تتلاشى تحت صنبور الماء. أغلقت الحجاب وغمرت رأسي لأنام، لكن ذلك كان ضربا من الحفر بالهواء.